مرحبا، كيفكم اليوم؟ هلا الساعة 1 إلا شوي، نازل عندي شغلة بالجامعة، شغلة 1:30. فاليوم رح أعملكم أكثر من جولة، رح يعني شورت كليبس رح أوصلهم مع بعض، وطقس اليوم كمان بجنن، فمشان هيك رح هذا انزل على شو اسمه هذا، على طيب على البارك اللي قريب علي، وعلى الاوشن على الاطلسي، وصور هنيك. فصو هذا هلا بدات الفرن. و حاليا بدي فوت لهون. بدات مرحبا اجين. الساعه 3:30، هلا خلصت كل شيء اللي علي كان، ورجعت على البيت، غيرت اوعي، لبست بوت خرج المشي، وهذا وهلا رايح على اعمل مشوي شغله ساعه زمان. وقت بوصل على البارك على الجنينه بصور شوي هنيك، انه الطقس حلو دافي، يعني درجه الحراره لساتها بحيطان ال 12 بوقتي، بس انه غيمت الدنيا مدري ليش فجأة. فالله يستر ما تكبس لها شي مطرة على راسي، خاصة انه انا معي النوع اللي بحمل شماسي ودقوا الشماسي. فهي هلا بشوفكم بعد شوي. وصلت وما زال السير مستمرا، وما الطقس لساته عم يبرد كل ماله اكتر، بس انه حلوة الطبيعة هون. هذه اخذوا طريق جنابي اجمالا، انه هيك حلو حلو تمشي هون. هلا انا ما بمشي، عم بتمشى مثل مشي تفصيص البزر، انه بمشي مشي سريع، يعني نوع من الرياضة على اساس لا تقرفوا. هيك هاي الشجرة محلاها تسكو اي. ف يعني ابطا من الجوجينج بشوي، جوجينج ابطا من الهرولة بشوي صغيرة، فيعني لسه بدي شغلة تلت ساعة لوصل. يلا شوفكم. حاطين طريق خصوصي للسوريين، انه اذا انت سوري روح على اليسار لنشوف شو في هنيك. يلا كول. البيت مصنوع من الشوكولا والبسكوت، هذا تبع وعايشة جواته صاحبة، بس ما حدا بيصير يقرب لهون. ليكو شاعل ضوا، يا لطيف فيه، الله يجيرنا يحمينا. حلو هاي، اذا حدا بده يتسوق، حدا بده ريكلاينر او ماتريس والباكس تبعه، بس خربانين يعني، بس ماشي الحال بيتصلحوا. ثلاث فرشات كمان، فرشتين والباكس تبعه. هلا هاي المنطقة القريبة على البارك تعتبر انه نوعا ما بيهجيها، انه هيك يعني هدول اللي معهم مصاري، يعني جماعة المعلم بيسكنوا هون مثلا، انه هاوسز كبيرة شوي نسبيا على المي. هلا هذا جزء من الاطلسي، او مثل ما درسونا اياه بالصف الرابع بكتاب الجغرافيا، بحر الظلمات، بس هون صار في مثل انه خليج يعني، فمشان هيك صار في هيك جامد واقف ما بتحرك، ما في موج. الموج على الجهة الثانية بتخوف بيخوف، مو بتخوف جماعة لأنه هو مفرد. فهلا هذا هيك تريل لحاله على خشب، يعني أرضية خشبية، بضل رايح له شي 6 كيلومتر يمكن على الطرف هذا، وعلى هيك. هلا هون المي هينك، في منارة إذا شايفينها. بالصيف مدري شو بصير، المي هي كلها بترجع. هلا على الشتاء كمان بتقرب، بس انه بالصيف بتصير هون كلها ارض، ما بس يعني ما بيقعد في مي بيشربوها، الله اعلم طبعا. سو اي اونلي هاف ماي الكاميرا فيني استعملها للفيديو، ف راح اخلص الموبايل هون الميموري تبعه. هون في تريل اوكي، الواحد كثير عالم بيعملوا رياضة مشان ما يربطوا على ارض مثلا هيك، انه قاسية كونكريت، بفوتوا بهيك اراني مثلا، انه كثير حلوة نيتشر، مثل هيك مثل غابة وطريق بالنص، طريق يعني طبيعي شبه طبيعي على اساس. هلا هنيك الفتحة على الاطلسي، هي الخليجين اللي تكون عليه،
يوم فاضي طبعا الشيء طبيعي باعتبار ما في الدومري. يلا واحد اثنين ثلاثة بشوفكم على الكاميرا. دبرت كم ثانية لصور، حاول طير هدول اللي اسمه الغربان، شوفوا. لا بيطلعوا بيقوصوني بس كان هون. وهيك عم نتسلى. منيح انه عنا بياكلوا غربان.